مرحبا بكم طلبة الصف الثالث الابتدائي. درسنا اليوم لماذا أحب النخيل؟ سنتعلم اليوم قراءة فقرة من النص قراءة جهرية سليمة مع مراعاة المدود والتشكيل وتمثل المعنى. توظيف التركيبين اللغويين يسرني أن أخشى أن في ثلاث جمل مفيدة توظيفا سليما. التمييز بين التنوين بالفتح والتنوين بالضم والتنوين بالكسر. التمييز بين المد بالواو والمد بالياء والمد بالألف. هيا بنا لنقرأ النص. لماذا أحب النخيل؟ ذات يوم دخل الوالد إلى البيت وفي يده ورقة طويلة ملفوفة، فأسرعت ابنته ليلى إليه وحيته ثم سألته: ما هذه الورقة التي في يدك يا أبي؟ الوالد: إنها خريطة لبناء بيتنا الجديد. ليلى: حقا يا والدي، أنا فرحة جدا، سيكون لنا بيت حديث. كثير من صديقاتي انتقلنا إلى بيوت جديدة. الوالد: نعم يا عزيزتي، سأقوم بهدم بيتنا القديم الذي نسكنه وأبني بيتا جديدا مكانه، وسوف نجعل حوله حديقة نزرعها بالأشجار المختلفة والأزهار الجميلة. هرعت ليلى إلى جدتها وهي تقول: جدتي جدتي، سيبني لنا أبي بيتا جديدا مكان هذا البيت القديم. لكن الجدة لم تفرح بهذا الخبر، فسألتها ليلى: ما بك يا جدتي؟ ألست سعيدة ببناء البيت الجديد؟ أجابت الجدة: إنني سعيدة يا صغيرتي، ويسرني أن يبني أبوك منزلا جديدا، ولكني أحب هذا البيت كثيرا، فنحن نعيش فيه منذ زمن بعيد، فقد ولد أبوك هنا وأنت وجميع إخوتك، كما أني أخشى أن تقطع نخلاتنا. انظري ما أجملها وهي تظلل أنحاء المنزل. سمع الوالد كلام الجدة فاقترب منها وهو يبتسم قائلا: من قال إني سأقطع النخيل يا أمي؟ لن نقطع أي نخلة في الحديقة. أما البيت فقد أصبح قديما كما ترين، وكثيرا ما يتسرب ماء المطر من الشقوق الموجودة في السقف، ولأني متمسك به رفضت الانتقال إلى منطقة أخرى، فأنا أحب بيتنا هذا كما تحبينه يا أمي، ولا أقدر على فراقه، فهو المكان الذي ولدت فيه وعشت فيه أسعد أيام حياتي. اقتنعت الجدة بكلام ابنها فضحكت وأمسكت بيد حفيدتها وهي تقول: تعالي إذا لأحدثك عن فوائد النخيل وأخبرك لماذا أحبها. أحسنتم يا صغاري، الآن مع التدريبات. أضع علامة صح أمام الجمل التي تدل على ما تعلمناه من النص. لنقرأ الجمل معا. اهتمام الأب بوالدته ورعايته لها، زيارة الأهل والأقارب ومساعدتهم، المحافظة على النخيل والحرص على زراعتها، حب المكان الذي نعيش فيه والتمسك به، التعاون بين الجيران، حسن التعامل بين أفراد الأسرة. لنفكر الآن.
الله فيكم، إجابات صحيحة. لننتقل إلى التدريب الثاني. أستخرج الحروف المتكررة في كل مجموعة من الكلمات الآتية، وأكون منها كلمة جديدة مستعيناً بالمثال. مثال: فارق، فراق، يفترق، فريق. فرق، فرق. لنجرب معاً. نسكن، إسكان، مساكن، سكون. ما الحرف الأول يا ترى؟ هل هو حرف الميم؟ حرف الواو؟ لنرى. ممتاز. س، ك، ن. س، ك، ن. تعطينا كلمة سكن. بارك الله فيكم. زراعة، مزرعة، زارع، مزروع. ما الحرف الأول يا ترى؟ حرف الميم أم حرف الواو؟ كلا، ز. أحسنتم. ر. أحسنتم. وع. بارك الله فيكم. ز، ر، ع. تعطينا كلمة زرع. بارك الله فيكم. أكمل كما في المثال. مثال: يسرني أن يبني أبوك بيتاً جديداً. لنركز معاً على يسرني أن. والآن نستعين بالورقة والقلم ونكمل الجمل التالية. وبارك الله فيكم. يسرني أن يفوز منتخب البحرين. يسرني أن أسافر إلى ديزني لاند. يسرني أن أعمل الخير. يسرني أن أراك مسرورة. أكمل كما في المثال. مثال: أخشى أن يقطع أبوك نخلتنا. نركز على أخشى أن. أخشى أن فراغ فريق مدرستنا المباراة. ما الإجابة يا ترى؟ أحسنتم. أخشى أن يخسر فريق مدرستنا المباراة. الآن اكتبوا جملة تبدأ ب أخشى أن. أداء رائع. أخشى أن يكسر أخي الصغير دراجتي. هل لديكم المزيد من الجمل؟ نعم، أنا لدي. أخشى أن تقلع الطائرة قبل أن ألتحق بها. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحوط الكلمة التي تشتمل على حرف ممدود بالياء فيما يأتي. لنقرأ الكلمات معا. ليلى، أبي، بيت، أبني، نخيل. تعالي، نشيط، خيط، خريطة، زيت. الآن لنحوط معا.
أحسنتم، بارك الله فيكم. أبي. مرة أخرى. أبي. ممتاز. أبني. أحسنتم. مرة أخرى. أبني. بارك الله فيكم. نخيل. نخيل. ممتاز. نشيط. نشيط. أحسنتم. خريطة. خريطة. بارك الله فيكم أعزائي طلبة الصف الثالث. لنلاحظ معا أن الحرف الساكن لا يمد. أستخرج من النص ما يأتي: مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. لدينا دقيقة واحدة حتى نستخرج الكلمات. الإجابات الآن. أحسنتم، بارك الله فيكم. كما، مد بالألف. ما، ماء. الانتقال. أحسنتم، مد بالواو. الشقوق. الموجودة. الموجودة. مد بالياء. قديما. كثيرا. في. لأني. أحسنتم، بارك الله فيكم. أستخرج من النص ما يأتي: تنوين بالضم، تنوين بالفتح، وتنوين بالكسر. لدينا دقيقتان حتى نستخرج الكلمات.
بارك الله فيكم. تنوين بالضم سعيدة، تنوين بالفتح منزلا، تنوين بالفتح جديدا، كثيرا، قائلا. بارك الله فيكم. تنوين بالكسر زمن، بعيد، نخلة. انتهينا من درسنا لهذا اليوم، نراكم في درس آخر.